أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أتأمل معك في آية من سفر الأمثال. سفر الأمثال ده سفر مهم جدا جدا جدا. ليه هو سفر مهم جدا جدا جدا؟ لأنه بيحوي التوجيهات الإلهية لحياتنا العملية. سفر ده بيقول لك تعليمات الله، توجيهات الله اللي لازم تمشي عليها في حياتك كل يوم عشان تنجح عمليا، عشان حياتك العملية تبقى من نجاح إلى نجاح، عشان تنجح في بيتك، عشان تنجح في شغلك، عشان تنجح في علاقاتك مع الأصدقاء. سفر الأمثال بيقدم لنا المبادئ اللي نمشي عليها، القواعد اللي نمشي عليها كل يوم، بيقدم لنا المبادئ اللي محددها الرب لينا. لو التزمنا بيها مش هنفشل، لو التزمنا بيها هنبقى دايما من نجاح إلى نجاح، من مجد إلى مجد، نبقى دايما في الارتفاع. ده السفر اللي اقرا فيه عن المبادئ اللي عيش بيها، عيش بيها في بيتي الاقيها في السفر ده، اعيش بيها في شغلي الاقيها برضو في السفر ده، مواجهتي للحروب، مواجهتي للاغراء، مواجهتي للكسل، كل ده الاقيه في هذا السفر. وموقفي من الحكام اللي بيحكموني، من الناس اللي انا ليا سلطان عليهم، كل ده تلاقيه في هذا السفر. المبادئ اللي نعيش بيها، ازاي اتصرف. والسفر ده يتكون من 31 اصحاح. واحد يسألني ليه بتقول هذه المعلومة؟ لاني ببساطة في ناس بتقرأ السفر ده كل شهر. شهر بيتكون من 30 يوم، 31 يوم. لو الشهر 30 يوم بيقرأ كل يوم إصحاح، وفي النص كده في يوم يقرأ إصحاحين، يبقى يخلص السفر ده كل شهر. في ناس ملتزمة بكده إن كل شهر يقرأ السفر ده إصحاح كل يوم مع قراءته العادية. يعني هو ماشي في الكتاب وعنده قراءة، مثلا بيدرس سفر التكوين، أو واحد تاني وصل في القراءة بتاعته مثلا لرسالة روميا، بالإضافة للقراءة اللي ماشي عليها بيقول زائد إصحاح من سفر الأمثال، ويستمر كده طول عمره بيخلص سفر الأمثال مرة كل شهر. ليه؟ عشان مش عايز ينسى. اللي بيعمل كده يقولك أنا مش عايز أنسى، أنا مش عايز أنسى هذه المبادئ، مش عايز أنسى هذه القواعد اللي أمشي على أساسها في بيتي، في شغلي، في علاقتي مع المال، في علاقتي مع الناس، في علاقتي حتى مع الأعداء. أنا مش عايز أنسى. فعشان ما انساش إيه يعني؟ هياخد مني وقت قد إيه لما أقرأ إصحاح من سفر الأمثال كل يوم؟ ده يخليني دايما واعي بالمبادئ الإلهية اللي لو اتبعتها، لو مشيت عليها، هبقى فعلا مبارك، فعلا هيبقى في بركة واضحة في حياتي. الآية بقى اللي هتأملها من هذا السفر أمثال 20:21، آية بتقول إيه؟ رب ملك معجل في أوله. الآية دي بتقول إيه؟ بتقول ممكن يبقى في حاجة معجل، دي يعني بتزيد بسرعة. ممكن يبقى مثلا واحد عنده شغل، الشغل ده بيزيد، الدكان بتاعه بيكبر، كل شوية بيكسب والبضاعة بتزيد بسرعة. الآية دي بتقول في حاجات بتزيد في الأول بسرعة، دخل بيزيد بسرعة، مشروع بيكبر بسرعة، في حاجات أولها كده. طب إيه الآية دي عايزة تعلمني إيه؟ أما آخرته فلا تبارك. يعني رغم إنه في الأول بيزيد
وينتشر ربما ويكسب والبضاعة تبقى مالية السوق وبيكسب ويجيب بضاعة تاني في الأول، إنما في النهاية مفيش بركة. طب الآية دي عايز تقول لي إيه؟ احذر من الخداع، ممكن تنخدع. وأنا شفت ناس انخدعت من البورصة، ليه الأسهم بتزيد قيمتها بتزيد بسرعة، راحوا اشتروا أسهم كتيرة وبعدين خسروا كل حاجة، انخدع، انخدع من الحاجة اللي فيها زيادة سريعة في الأول. يبقى سفر الأمثال بيقول لك خلي بالك، تلاقي مثلا الناس بتشتري في وقت أرض ليه؟ الأرض بتزيد، فاشتري النهاردة بكرة ممكن هتزيد شوية، وبعدين قبل ما تبيعها تنزل خالص، تحصل حرب، يحصل زلزال، يحصل أي حاجة. اوعى تنخدع. هنا بيحذر الكتاب ان في حاجات بتبقى بتنمو بسرعة انما في النهاية ما فيهاش بركة. ما فيهاش بركة يعني فيها دمار. ياما ناس خسرت فلوسها، ياما ناس اتبهدلت بسبب انها انخدعت بالحاجات اللي بتبان في الاول، شافتها مع الاخرين فلتقلد فلان. ايه التحذير؟ التحذير انك دايما تستشير الرب، ولما تلاقي حاجة شكلها كده تتأنى، تقول أنا عندي تحذير. أمثال 20:21 ممكن يبقى اللي أنا شايفه ده خداع، ممكن يبقى ده فخ أدخل فيه ويقول لك واحد شاركني هنكسب كتير كتير، ويقول لك أنا عملت الشغلة دي وكسبت 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 كتير، وتروح أنت داخل معاه أو تعمل زيه، والنتيجة تحصل تتحقق معاك هذه الآية. المؤمن لما يلاقي حاجة كده بتكبر بسرعة والفلوس بيزيد بسرعة والمكسب بيزيد بسرعة يتذكر هذه الآية يقول لازم أصلي كويس، دي ممكن يبقى فخ، أصلي واستشير الرب وأقعد مع المرشدين الروحيين اللي الرب حاططهم في حياتي وأقول لهم ده باين مكسب سريع وأعمل إيه، ما فيهاش حاجة غلط، كل الشغل صح، إنما الآية دي بتحذرني، صلوا معايا عشان أتأكد هل الخطوة دي من الرب ولا لا. باسم الرب يسوع لا ننخدع. ياما حاجات في أولها بتبقى كده، إنما زي ما بيقول الكتاب النهاية سيئة جدا 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 ومدمرة جدا جدا جدا. باسم الرب يسوع لا ننخدع. ولو انت مثلا بادي الشغل مش بتكبر بسرعة، الآية دي عكسها، يعني اذا كانت بتتكلم عن حاجة بتكبر بسرعة في الاول ونهايتها وحشة، ففي آيات تاني بتقول العكس، بتقول ايه؟ بتقول في حاجات في بدايتها قليلة انما بعد كده بيبقى فيها بركة كبيرة. وهتقول لي طب قول لي آية، اقول لك الآية مثلا اللي في سفر أيوب أصحاح 42، اقرأ وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من الحاجات الأولى، يعني البداية. وفي آية برضو سفر أيوب بتقول لك أو البداية قليلة ممكن تبقى النهاية عظيمة. لما حط الآيات دي مع الآية اللي في أمثال 20 أتعلم درس إن أنا ما انخدعش. لو انا بزيد ببطء ده ما منخدعش وابتدي بقى اشيل الهم واقول ليه فلان بيكبر بسرعه وانا لا، ده يبقى عندي ثقه ان حتى لو البدايه ضعيفه الرب هيباركني، طالما انا بستشيره، طالما انا بمشي خاضع لمشيئته، طالما بقول له يا رب لو انا ماشي في حاجه غلط امنعني، طالما انا مسلم له نفسي وبعدين لقيت ان الشغل بتاعي بيزيد قليل او لا هيزيد بعد كده كتير، لان الهي هو اله البركة. في نفس الوقت لو لقيت حاجة كده بتجذبني عشان ادخل فيها، فيها ربح سريع ولا اصلي واقول يا رب ممكن يبقى ده خداع، لو انت مش هتباركني انا بكل قوة هقول لا لهذا الاغراء.
عزيزي المشاهد، تعال معي الآن إلى سفر دانيال الأصحاح التاسع، هذا الأصحاح العظيم، وتأملنا في آية 20، بكمل التأمل فيها. دانيال بيقول: وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتي وخطية شعبي. شرحت في الحلقة اللي فاتت إيه معنى خطية شعبي، لكن في الحلقة دي بقى أتكلم عن الحتة اللي قبليها بخطيتي. يعني دانيال قبل ما يعترف بالخطية الجماعية هو منتسب لشعب الرب، واحد من عيلة، فالعيلة كلها غلطانة، فهو مع العيلة دي فبيعترف بالحاجة العامة اللي هو واحد فيها. شرحت الموضوع ده في الحلقة اللي فاتت، وقلت ده ينطبق على دانيال، على الناس في العهد القديم، انهم جزء روحي من الشعب اللي بينتسبوا اليه. يعني دانيال جزء من هذا الشعب، فعشان كده هو متحد معاهم، فالغلطة بتشمله. وقلت ان ده لا ينطبق مع اي شعب اخر، يعني انت مش خطايا البلد تنسب اليك، لا، انت انفصلت روحيا وبقيت في المسيح، ولما تعمدت اعلنت هذا الانفصال في عالم الروح، خطايا الباقين لا تنسب اليك. ده فانا بعيد ده عشان يبقى فيه تمييز، مش واحد يكون مثلا عايش في المانيا يروح يعترف بخطايا المانيا. افترض المانيا دي عايشه في الاباحيه، فمش هيروح يعترف يقول له يا رب احنا عايشين في الاباحيه، ما ينفعش، لانه وحد نفسه مع ناس روحيا لا يجوز ان يوحد نفسه معاهم. تقول لي ليه؟ لان هو انفصل عنهم لما امن بالرب يسوع، بقي في جسد المسيح، ما لم يعد روحيا مرتبط بيهم، لانه هو مختلف، هو ليه دعوه وليه قصد واسمه اتكتب في سفر الحياه، ده موضوع مختلف. شرحنا ده في الحلقة اللي فاتت. اعترف بخطية شعبي، كلمة شعبي دي لا تطبق على اي واحد النهاردة، انما تطبق مثلا عن اسيس كنيسة، ده شعبه، ممكن، لان دول معاه، دي الكنيسة بقى ينفع هنا، انه يعترف بخطية الكنيسة. كنيسة يا رب اللي انا بغنم فيها انقسام، بيعترف احنا منقسمين وعشان كده مش بتباركنا، وعشان كده مفيش ناس جديدة بتيجي تعرفك من خلالنا، عشان كده الاجتماعات مش حية. يعترف ليه؟ ده لان هو واحد من الكنيسة دي، من الشعب ده، وده برضو شرحناه في الحلقة اللي فاتت. بتأمل بقى معاك في الجزء الاولاني، واعترف بخطيتي، يبقى في اعتراف هنا بحاجتين، بالخطية بتاعته وبخطية الشعب، لكن يذكر هنا خطيته أولا، لأن دانيال مش في صلاته بيلوم الناس وبيلوم الشعب، لا، هو شايف إن هو كمان بيغلط. رائع دانيال، رائع. ليه رائع؟ لأنه كل ما ده مبدأ روحي، كل ما الإنسان كبر مع الرب كل ما أدرك إنه بيغلط حاجات كتير كان مش ما كانش شايفها غلط يبتدي يشوفها غلط. يعني كل ما تكبر مع الرب هيبقى عندك الحاسة بتاعتك تقوى، فتشوف الغلط كنت زمان ما بتشوفهوش، الوقت بتشوفه، ولما بتشوفه بتعترف بيه. دانيال شخص عاش حياة رائعة، لا شك في هذا، شهدوا له لما جم عايزين يمسكوا عليه غلطة في شغله ما قدروش. ليه؟ لأنه كان بيسلك بأمانة في عمله، دوروا من وراه أنهم يلاقوا له غلطة، غلطها خطأ يعني، في كذب، في سلب المال مش بتاعه، لم يجدوا، رغم أن كان مركزه عالي قوي، يعني احتمال أن حد يكتشف أخطائه مش موجود، هذا الاحتمال مش قائم. إنما لما ناس ضده حاولوا، يقول الكتاب وجد أمينا، يعني راجل امين رغم شهاده الناس لي انه امين، ورغم ان الكتاب المقدس لم يذكر لنا انه عمل غلطه، رغم كده يعني الكتاب قال لنا داود زنى، كتاب قال لنا بطرس
أنكر المسيح. الكتاب حكى لينا عن أخطاء رجال الله. عند دانيال لم يذكر. يبقى واحد، الكتاب لم يذكر. اتنين، الناس ما لقيتش فيه غلطة لما حبوا يدنوه، ما لقوش فيه غلطة. رغم الحاجتين دول دانيال بقى لقي جواه، لقي في حياته أخطاء واعترف بها. مش مهم من الناس يقولوا عنك انك انت كويس قوي، ما بقول لك قالوا على دانيال انك كويس قوي ومحدش بيتكلم عن اخطائك، ده مش مهم. لكن المهم بقى صوت الروح القدس جواك، ان يبقى الروح بيشتغل. فلما الروح بيشتغل يأنبك، يقول لك لا انت النهارده بالغت في الكلام مع فلان، كنتش دقيق. انت النهارده تملقت فلان لانك عايز منه حاجه. انت النهارده ابتدي الروح بقى، انت باين قدام الناس انك لطيف وظريف، لكن انت من جوه بتغير من حد غيره مش كويسه. الروح القدس بقى يبتدي يشاور لك على الحاجات دي. ليه؟ عشان تعترف بيها. لما تعترف بيها امام الرب، الرب يخلصك منها. دانيال كان رائعا في هذه العباره، هو بيكتب لنا مش مكسوف، يقول انتوا ما تعرفوش عني اي حاجه، ما تعرفوش عني اي حاجه وحشه، انا دايما باين كويس، انا كل الناس. لكن مع كده وهو بيكتب قال انا لا، انا بغلط، ما لازلت بغلط. وبيقول وبينما انا اتكلم واصلي واعترف بايه؟ بخطيئتي. حط خط اتنين تلاتة اربعة تحت كلمة بخطيئتي. كان ممكن يكتب للناشر الحتة دي واعترف بخطية شعبي، لا، راجل امين باسم الرب يسوع. نكون امناء، ما يبقاش عندنا النزعة الفريسية. ايه هم الفريسيين؟ عايزين يبانوا قدام الناس انهم بيصوموا، عايزين يبانوا قدام الناس انهم يدوا للفقراء، عايزين يبانوا قدام الناس انهم ناس مصليين، عايزين يبانوا قدام الناس. لا، دانيال العكس. دانيال مش عايز يبان قدام الناس بانه شخص ما بيغلطش، ولهذا قال الحقيقه. قال الحقيقه، انا وانا بصلي ساعه ما جالي جبرائيل حامل لي رساله من الله كنت بعترف بخطيتي. عزيزي المشاهد، لما تبقى زي دانيال كده بتعترف باخطائك امام الله، الرب يتعامل معاك ويبعت لك اعلانات ويفهمك. يعني لما اعترف بخطيته خلاص الرب يتعامل معانا. اسوأ شيء ان الشخص يكابر ويبقى شايف نفسه انه ما بيغلطش، وفي اي خلاف مع اي حد او خناقه مع مراته مع اولاده يبقى شايف ان هم الغلطانين وهو البريء. لا، المؤمن بيشوف ايه؟ بيشوف خطاياه قبل ان يرى خطايا الاخرين. زي ما قال الكتاب، لو انت عايز تبقى مفيد وتساعد الناس انها تتخلص من عيوبها، شوف اولا الخشبه اللي في عينك، شوف الخشبة اللي بعينك، يعني الغلطة بتاعتك، عشان تقدر تنظف عيون الآخرين. عزيزي المشاهد، في ضوء الآية دي، بينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيئتي، أقرأ لك آية من الرسالة العظيمة، رسالة يوحنا الرسول الأولى. لا تنسى معي هذه الآية لأنها آية هامة، في الأصحاح الأول آية رقم 8. الآية بتقول إيه؟ إن قلنا أنه ليس لنا خطية، ما تشوفش نفسك إنك بار. إن قلنا أنت بار في المسيح، أوكي، أنت بار بالإيمان، أوكي، لكن في حياتك العملية لا، عندك أخطاء لازم تعترف بيها وتقف قدامها. إن قلنا، إن ادعينا إنه ليس لنا خطية، إيه اللي هيحصل؟ مش هنعترف بيها، مش هنعترف، يبقى هنزداد سوءا، يبقى الروح القدس مش هيشتغل، يبقى المشاكل هتزيد، يبقى عمر بيتي ما يبقى فيه سلام، لأني مش بعترف بأخطائي. إن قلنا أنه ليس لنا خطية، ماذا يحدث؟ نضل أنفسنا. نضل أنفسنا. إن قلنا أنه
ليس لنا خطية نضل أنفسنا، وإيه كمان؟ وليس الحق فينا، مفيش حق جوايا بيقول لي التملق خطية، مفيش حق جوايا بيقول لي لما أكذب وأنا بقدم عشان الضرائب يبقى خطية، ما جوايش الحق ده. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، إن اعترفنا بخطايانا خلاص البركة تستمر. عزيزي المشاهد، صلي أن دايما يبقى جواك الحق اللي يقولك أنت وعدت فلان تعمل حاجة وما نفذتش وعدك، وما نفذتش وعدك ولم تعتذر، في حق يقول ده غلط، ده خطية، ده اعترف قدام الرب انك انت اذيت واحد، انك انت مثلا اعترف قدام الرب. اقولك حاجات ممكن الواحد يعديها، لكن يبقى حق جوايا مش هيعدي ان انا في يوم كان عندي حب استطلاع وحبيت اعرف حاجات صاحب الحاجة دي مش عايز نعرفها، عايز اعرف قصص صاحب هذه القصص مش عايز نعرفها، بس انا قعدت الف عليه واسال ده عشان عندي حب استطلاع. ده خطيه، لو جواك الحق يقول لك ده خطيه وتعطل البركه واعترف بها. ارى لك ايه كمان من سفر المزامير من مزمور 51، مزمور 51 اللي داود قدم فيه توبته للرب، اللي بيبدأ بارحمني يا الله، ارحمني يا الله حسب رحمتك وامحو معاصية. بيقول ايه بقى في آية 6؟ ها قد سررت بالحق في الباطن. في الباطن يعني جواي، يعني انا فرحان ان جواي الحق اللي خلاني اقول ان انا غلط، انا فرحان بالحق ده، فرحان بالحق اللي بيبكتني. عزيزي المشاهد، هل انت بتفرح لما تدخل الكنيسة وتحضر عظة وتلاقي العظة بتبكتك؟ داود قال كده، ها قد سررت بالحق. واشكرك يا رب لاني ده معنى كلمات داود، لان الحق كان جوايا. عزيزي المشاهد، باسم الرب يسوع يستمر دائما الحق في داخلنا عشان نعترف زي ما اعترف دانيال، وعشان نعترف زي ما اعترف داود. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم شريط ترانيم أقوياء، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.